برهان يا برهان، أين مأخذ الكهرباء هنا؟ ها؟ أهلا يا عارف، ما بك يا رجل؟ ألقي التحية على الأقل. مرحبا مرحبا يا أخي مرحبا، أين مأخذ الكهرباء؟ اهدأ يا رجل، لماذا تحتاج المأخذ؟ ثم ما بال جهازك وكأنك أخرجته من مستنقع؟ آه يا برهان، يا لحظي العاثر، لقد وقع مني في الوحل وأنا في طريقي إلى هنا، لذلك يجب أن أجربه. يا إلهي، إنه لا يعمل، يبدو أن القرص الصلب قد تعطل. برهان، لقد فقدت كل شيء، يا إلهي كل شيء. اهدأ يا عارف اهدأ، لن تخسر شيئا، ستعود كل ملفاتك. ولكن كيف؟ ألم تستخدم برنامج النسخ الاحتياطي للمعلومات الذي جهزته لك منذ فترة؟ لابد أن كل ملفاتك عليه الآن. لا أتذكر، لكنني قمت بفتح برنامج غريب ولم أعرف كيفية العمل عليه، ولكن لابد أنه البرنامج الذي قمت أنت بتنصيبه على جهازي. هذا البرنامج الغريب أعتقد أنه هو الذي سينقذك الآن، لقد قمت بتحميله على جهازك تداركا لأي عطل، إنه يقوم بتشفير النسخ الاحتياطية وتحميله على حسابك في خدمة التخزين السحابي. نعم أعرفه جيدا، لابد أنه يستعيد المعلومات من الأجهزة المعطلة. تعرفه ها؟ قد يتعرض أي جهاز إلكتروني لضرر، وقد يؤدي ذلك لتعطل وحدات التخزين والأقراص الصلبة التي تحتوي على كل بياناتك، لذلك علينا دائما حفظ نسخ احتياطية من ملفاتك كي لا تخسرها بشكل تام. يوجد برامج تقوم بحفظ نسخ احتياطية بشكل أوتوماتيكي ومنظم، عليك أولا تشفير هذه النسخ ثم نقلها على أجهزة تخزين خارجية أو إعطائها لأصدقائك أو رفعها على حسابك في خدمة تخزين سحابي مثل دروب بوكس. بعض برامج النسخ الاحتياطي تؤمن وظائفك التشفير والرفع على مواقع التخزين السحابي من داخلها، لكن بإمكانك استخدام أي برنامج إذا قمت بتشفير النسخ بنفسك باستخدام برنامج تشفير تروكريبت، وبالتالي تكون ملفاتك محفوظة احتياطا لأي حادث ومشفرة ومؤمنة. وهل يعني ذلك أنني أستطيع استرجاع معلوماتي؟ تعال لنفحص حسابك الخاص على خدمة التخزين السحابي، هل تتذكر كلمة سر استخدمتها أثناء تشفير الملفات على ذلك البرنامج الغريب؟ نعم أظن ذلك، دعني أدخل كلمة السر، بطاطا مقلية وجبنة فرنسية. نعم يبدو أنها ملفاتي. كل ملفاتي يا برهان، الحمد لله، يبدو أنني كنت أعمل بشكل صحيح على البرنامج الذي نصبته لي يا برهان. لكنك كنت تقول إنه برنامج غريب ولم تفهم منه شيئا. ماذا؟ لا كنت أفهم ولكنني نسيت. نسيت ها؟ حسنا يا عارف، أعتقد أنك لن تنسى من الآن فصاعدا. لا أبدا، والآن أستطيع أن أترك جهازي يقع أينما يشاء. فلدي نسخ احتياطية عن جميع ملفاتي.